كوفة عالية الطبعة 21 لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد. حفل الافتتاح حضرته شخصيات سياسية ورياضية، من بينها رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد ووزير الشباب والرياضة الذي ألقى كلمة ترحيبية بالمناسبة. ويشارك في هذا الحدث الرياضي الإفريقي 20 منتخبا رجال وسيدات من 13 بلدا. المزيد من التفاصيل تتابعونها عقب نشرة الثامنة في النشرة.